اثنين. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي شروة تيشيرتات جودة عالية وسعر بلاش، وهاي بشهادة. شوف القطعة بدولار ونص، شحن وجمارك مجانا. شوف البضاعة شلون حلوة. طبعا من اقول لكم جودة عالية شنو اقصد؟ يعني اقصد خامة، موديل، كل شيء توب. لان هذه ماركات، تصفية ماركات. باع هذا ايش قد سعره؟ 118. الخامة مالته كلش حلوة، قياسات كبار وصغار بي. تعال شوف بدولار ونص وشحن مجانا. شوف الخامة مالته، خام تتخبر، موديلات تخبر. خب هذا قياسي، عاك شوف هذا قياسي، هذا ساعة، هسه لبسه، هذا قياسي. شوف هذا قياسي، شوفوا شلون حلو، حلو لو مو حلو؟ اي الله. شوف الناس صورون، الناس صفقوا لي. حلو يس بيوتيفول. شوف خلاص عاد اخذه. المهم نكمل الباقي. شوف لو خامته حلوه، يعني خامته حلوه، عرفت شلون؟ خامه صراحه تخبل. شايفين تيشيرت بدولار ونص، شحن وجمارك مجانا. يعني شنو؟ كل شيء ما تدفع غير الدولار ونص، واصل الى مكاتبنا. شوف الخامه مالته، طبعا الاكثريه قطن، مو كله. هسه هذا قطن، هذا 100% قطن. شوفونه هذا يخبل والله، صدق جميل والله. عمي بلاش، حتى نسيت اندمجت ونسيت. شوف هذا الموديل، سامحني يا عمو، هاي هذا نسائي. شوف هذا، هذا نسائي. طبعا نسائي ورجالي مختلط، بس اعتقد اكثر الموديلات رجال. هذا حجم كبير، شوفونه هذا حجم كبير. شوف 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 رجالي نسائي كله مختلط. انطيك ضمان بالجوده. ليش انطيك ضمان بالجوده؟ لان البضاعه هاني كلش عجبتني، نسائي رجالي مثل ما قلت لكم. شوف هذا تقليد ماركتر شي يسمونه. ها شوف قياسات مختلط، ما انطيك ضمان بالقياسات والمديرات اللي مختلط، لكن انطيك ضمان الجوده وعدم وجود اي تالف. بدولار ونص شحن وجمارك مجانا. شوف هذا والله كنا اخذ لي ثلاثه اربعه انا والهام نستمتع بين خامته تخبل. الاكثريه قطن شباب، الاكثريه طلع عندنا قطن. البضاعه موجوده هنا، هسه راح نشوف، هسه نروح نقولها تعال. البضاعه بعدني ما مشتريها، حيش جاي اسولف وياكم، هسه راح اقول لها خلاص اشتريتها، لان بعدني جاي جيت على هواي بضاعه. شوف البضاعه شلون حلوه. شوف 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 الشكل، الله عليكم. هاي مو تنباع بخمسه بعشر دولارات؟ شوفوها، شوف الخامه مالته. شوف هذا، شوف هذا، الله، شوف هذه الموديلات. شوف طبعا موجود عندنا ايش قد؟ 7000 مو؟ 7000 قطعة. خلاص نقسمها عليكم 500 قطعة، تمام؟ أقل كمية 500 قطعة، 500 قطعة مختلطة تجيك بدولار ونص شحن وجمارك مجانا. وين أنت؟ بالعراق، بليبيا، بسوريا، بالبحرين، بقطر، وين مكان؟ بدبي، هاي الدول اللي عندنا بها مكاتب شحن مجانا، شحن وجمارك يعني، يعني توصل لك صافي. تعال شوف طاب أخو زنالي. تشيكين توتو، يلا تفضل. بسم الله. هذا طابق بواحد مكان عملاق، يعني لحد الان احنا من الصبح لليسد شفنا تقريبا وصلنا نص حاويه، وراح اكمل بعد اشتري 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 البضاعه، بعدين تلقوها بالمستودع مالتنا. شوف البضاعه. يلا يا الله، تعال شوف التغليف. تعال تعال شوف جمالية التغليف. تعال تعال عافية عليك نيون يشي. شوف التغليف، باع التغليف. شوف 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 التغليف مال البضاعة، الله، باع باع التغليف مال البضاعة. هاي البضاعة هي، شوف التغليف صراحة بضاعة تموت، يعني كجودة تخبل البضاعة، عرفت شلون؟ خلاص خلاص. شوف 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 البضاعة بعد التغليف مالتها. خاف يجيني واحد يقول لي هاي مو نفس ديك البضاعة. ها شوف تعال، أنا من أقول لكم بضاعة أنصح بها أنصح بها، بضاعة تدوخ تدوخ بمعنى الكلمة. شوف يعني تخليك تدوخ من كثر سعر رخيص وبضاعة حلوة. باعوا شوف قد قياسه هذا 2 اكسل. شوفوا
شوف خامته يا بي. شوف قياسات صراحة هذا للأجانب يسوون. قياسات هم حقيقية يعني 2X 3X عرفت شو؟ قياسات موجودة. بضاعة راقية بمعنى الكلمة. والله بضاعة كلش حلوة. يعني خسارة اللي ما ياخذها، خذ لك حتى لو 500 قطعة. اخذ لك 500 قطعة، بيش تطلع 750 دولار 500 قطعة؟ 500 قطعة 750 دولار ولا تدفع شحن ولا جمارك ولا شيء. على الأقل على الأقل لو حتى لو دولتك ما بيها بيع، دولتك فقيرة، دولتك ما تتحمل أسعار، على الأقل ممكن تبيعها بخمس دولارات. صراحة. شوف تقدر تبيع أكثر من هذا السعر. دين ماركات، يعني بضاعة ماركات صينية فشي كلش حلو، عرفت شلون؟ هاي البضاعة وشايفين نرف خير، البضاعة أنا راح أشتريها هسه. وانا اعطيتك المعلومه بس ما دافع فلوس، راح ادفع فلوس ان شاء الله ودزها لمستودعاتي بمدينه ايوب الصين. وشايفين الف خير مقدما. وين هذا عصير مالتي؟